ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. من المتوقع أن تتكلف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوز القجع بمصاريف علاج حارس مرمى حورية كوناكري والمنتخب السنغالي خادم نداي بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في المباراة الأمس أمام الوداد الرياضي برسم ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية. وحسب مصادر إعلامية فقد قام بعض ممثلي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بزيارة للحارس السنغالي للإطمئنان على حالته الصحية، كما أجرى فوز القجع اتصالا بأطر مستشفى زايد بالرباط لمعرفة مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها خادم داي. وتعرض حارس حورية كوناكري لكسر مزدوج بعد اصطدامه مع زميله في الفريق في مباراة الأمس أمام الوداد الرياضي، لينقل بعدها على وجه السرعة إلى مستشفى الشيخ زايد بالرباط. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.